بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 22 من مادة مبادئ التسويق بين النظرية والتطبيق. في الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع دورة حياة السلعة، وقلنا أنه دورة حياة السلعة تبدأ بمرحلة التطوير، ثم مرحلة التقديم، ثم بعد ذلك مرحلة النمو والنضج والإشباع، ثم مرحلة الاضمحلال أو التدهور. وتطرقنا إلى بعض الاستراتيجيات والسياسات التسويقية التي يجب أن نستخدمها في كل مرحلة من هذه المراحل وطبيعة هذه المراحل. والمنحنى البياني بيّن طبيعة تقدم هذه السلعة من حيث المراحل ومن حيث المبيعات والأرباح ودرجة المنافسة في كل مرحلة من هذه المراحل. نأتي اليوم إلى موضوع جديد، وهو العلامة التجارية أو التريد مارك والبراند نيم، والعلامة التجارية لما تمثله من اسم يلخص الجود إيمج أو الصورة الذهنية الجيدة عن الشركة وعن منتجاتها. وطبعا أريد أن أذكر في البداية أن البراند نيم أو العلامة التجارية واسم الشهرة يسجل محاسبيا كأصل ثابت، أكرر، يسجل محاسبيا كأصل ثابت بمبالغ باهظة الثمن. فلو عزيزي الطالب رجعت للنت وبحثت عن قيمة العلامة التجارية لأكبر 10 شركات في العالم، لوجدت أن شركة جوجل تقدر الاسم فقط، اسم الشهرة فقط، يقدر بأكثر من 100 مليار دولار، أكرر، 100 مليار دولار، ويسجل أصل ثابت في الدفاتر المحاسبية وليس أصلا متداول. يعني يسجل أصل ثابت مثل المعدات والبنية التحتية. ونلاحظ أن قيمة العلامة التجارية وكونها تسجل أصل ثابت، هذا يدل على أهمية العلامة التجارية واختيار العلامة التجارية وما هي الاستراتيجيات التي يجب أن نتبناها لرسم الصورة الذهنية الجيدة والتي تتجسد فيما يسمى البراند نيم، أو بعضهم يسميها تريد مارك أو العلامة التجارية. فالعلامات التجارية تعد العلامات التجارية وسيلة ضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة، تبني ثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات المختلفة وظهور سلع متشابهة. اتجه المنتجين إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع والحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين. يعني على سبيل المثال، لما نقول تويوتا، شركة تويوتا، كلمة تويوتا هي تعتبر براند نيم، تعتبر علامة تجارية. لاحظ عزيز الطالب، السوق السعودي، سوق السيارات السعودي، أن شركة سيارات تويوتا بشكل عام هي شك بجيبة من يمتلكها، يستطيع بيعها في أي لحظة، حتى القول الشعبي أنه على الإشارة تستطيع بيعها بكل سهولة ويسر. تستطيع تسييل السيارة إذا كانت مثلا من ماركة تويوتا أو من أي ماركة أخرى مشهورة، بمعنى مقارنة مع الأنواع الأخرى. لماذا؟ لأنه إذا استطاعت هذه الشركة أن تفرض أو أن تزيد من قيمة العلامة التجارية وكلما زادت سمعة الشركة وتحسنت، تزداد معها القيمة المسجلة في الأصل، كما أنها تعطي نوع من الإطمئنان وإشارة إلى الجودة. فأنت عندما تشتري، لما نقول مثلا على سبيل المثال جيلت جي 2، شفرات الحلاقة جيلت جي 2، يعني كانت قبل فترة وصلت اسم الشهرة إلى ما يقارب 80 مليار دولار، 80 مليار دولار، أكرر، 80 مليار دولار. لأن لو ذهبت إلى أي مول وأردت أي شراء جيلت جي 2، راح تلاقي إنها 3 أضعاف أو 4 أضعاف الأصناف الأخرى. ورغم ذلك
عندك استعداد تشتريها وتتقبل هذا عندك عن طيب خاطر تدفع السعر المرتفع فيها ولا تأخذ المنتجات الشبيهة والبديلة من البضائع المقلدة لها لأنها تمثل يعني جودة مناسبة وتضمن وتستطيع أن تعمل لمدة طويلة وهكذا مع باقي المنتجات. إذن تلعب العلامة التجارية دورا مهما في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو آخر في دور الشركة في التأثير على نفوس زبائنها وتحقيق ميزة تنافسية competitive advantage، تحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة. لذلك قرارات المتعلقة بالعلامة التجارية واختيار العلامة التجارية من البداية يجب أن نأخذها كل ذلك بعين الاعتبار. ما هي العلامة التجارية؟ هي إشارة تأخذ شكلا مميزا لتمييز سلع تنتجها شركة عن باقي الشركات أو خدمات تؤديها عن السلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها شركات أخرى. ويأتي ضمن أنواع العلامة التجارية الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الألوان أو الصور أو الأشكال أو الشعارات أو الرموز أو أي مجاميع مما سبق، كما يمكن أن تشكل الإشارات السمعية الأصوات والإشارات الخاصة بحاسة الشم الروائح علامات تجارية. مثلا لما نأخذ كوداك، كوداك من خلال اللون الأصفر والألوان هذا يمثل علامة تجارية. لما نأخذ إشارة مرسيدس الدائرة وفسطها اللي شكل حرف واي، هذا يمثل إيه؟ شركة مرسيدس، بي ام دبليو إلى آخره، هذه كلها علامات تجارية. الآن السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي الاستراتيجيات أو ما هي أنواع الماركات التجارية؟ بعض الشركات تسمي كل منتجاتها منتج منفرد، يعني كل منتج تعطيه نفس العلامة التجارية. لما نقول سوني، لما نقول سوني أو سانيو أو هوندا أو هونداي على كل منتجات الشركة. ممكن الشركة تنتج سوني، ثلاجات سوني، غسالات سوني، سيارات سوني، أقلام سوني، كلها تحمل نفس الاسم. طبعا هو هذه الاستراتيجية من مميزاتها أننا جميع الأدفانتج التي استطعنا أن نحققها من خلال منتج معين نريد أن نسوق المنتجات الأخرى بنفس المنتج. مثال آخر على ذلك، شركة بيك أقلام الحبر الجاف، بيك هذه قديما كانت مشهورة ومستخدمة في كثير من الدول. الآن شركة بيك فكرت في إنتاج بعض المنتجات ليس فقط في القرطاسية ولكن ربما في الأجهزة الكهربائية، ثلاجات، تلفزيونات، غسلات تحمل نفس الاسم اللي هو إيش؟ البيك، وليس فقط أن تكون في نفس المجال. الآن في استراتيجية أخرى أننا نستخدم عدة ماركات لعدة منتجات. نفس الشركة الأم تنتج ثلاجات تعطيها اسم، غسالات تعطيها اسم، تلفزيونات تعطيها اسم، وتنتج أكثر من نوع وتعطيها كل اسم. مثلا لو أخذنا شركة تويوتا، تويوتا في الأصل هي اسم ماركة واحد، ولكن تويوتا حاول تعمل كستمايزيشن، حاول تعمل أصناف مختلفة بأسماء مختلفة. لاحظ لما نقول لكسس للطبقة العالية لو الدخل المرتفع، لما نقول الكامري، الكامري نوع من المواصلات تويوتا للطبقة المتوسطة، لما نقول الأنواع الأخرى كروسيدا، كارولا، كارينا للطبقة إيه؟ الطبقة العادية، طبقة الشعوب العادية. إذا لاحظ هنا من خلال إعطاء الاسم الأصلي زائد اسم فرعي، هذه كمان إحدى الخيارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالعلامات التجارية. وممكن أن نستخدم اسما مختلفا تماما، كأن تقوم شركة بمعينة بإعطاء كل منتج اسم معين. لما نقول كاديلاك، لما نقول فورد، لما نقول كذا، وربما تكون الشركة الصانعة واحدة. هنا من أجل إعطاء طابع خاص وشخصية مستقلة لكل منتج من هذه المنتجات، ومن أجل إيجاد وخلق المنافسة الداخلية ما بين هذه المنتجات. يعني لو أخذنا شركة الإنتاج، شركة الإنتاج تقوم بإنتاج العديد من المنتجات، تايد، سيرف، كذا إلى آخره. إذن كلها في النهاية
أنت تعمل على إيجاد منتجات شبيهة لبعضها البعض لكن كل منها يحمل اسما مستقلا، وهذه من ضمن الخيارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالعلامات التجارية، فيما يتعلق بالعلامات التجارية. آخر موضوع فيما يتعلق بالعلامات التجارية، كيف، ما هي المواصفات أو ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلامة التجارية؟ يجب أن يكون الاسم قصير، اسم العلامة التجارية يجب أن يكون قصير حتى يسهل حفظه والتعرف عليه. يجب أن يكون يعبر عن معنى معين، يمتاز بالأصالة، يمتاز بالإيحاء إلى المنفعة التي يقدمها المنتج، مثل ما نقول فاين، محارم فاين، أو مثلا سوفت أو إلى آخره. يجب أن يكون سهل التذكر، يجب أن يكون ليس له شبيه، ولا يوجد مانع قانوني من استخدام هذا الاسم، لا يكون مثلا معبر عن شيء مثلا مخالف لقيم وثقافة أو معتقدات أو دين بلد معين. طبعا يجب المحافظة على الجود إيمج، على الاسم الماركة، وعندما نريد تعميم اسم المنتج على أصناف أخرى يجب أن نحافظ على الهالة التي يتمتع بها. شركة فاين من أقدم الشركات التي كانت تنتج الورق الصحي المحارم، وفي المجتمع العربي نعرف أن المحارم تستخدم أصلا للوجه، ويمثله الوجه والأنف من عزة وشموخ للإنسان العربي والإنسان الشرقي. شركة فاين في البداية كانت تمتاز بفاليو عالية وبقيمة عالية من البيرسبشن، من الإدراك. عندما كانت تنتج ورق الفاين فقط اللي هو يستخدم للوجه، وعندما فكرت الشركة باستخدام نفس الاسم لمنتجات أخرى اهتزت صورتها الذهنية في عقول المستهلكين. تخيل من قمة الشموخ الوجه ومسح الأنف وما يمثله من شموخ عند الإنسان الشرقي أو العربي بشكل عام، أنت اتجهت الشركة إلى إنتاج أجلكم الله الفوط بأنواعها المختلفة، وبالتالي هنا اهتزت صورة شركة فاين في تلك المرحلة، مما حدا بالمنافسين لأن يقوموا بإنتاج منتجات تحمل أسماء شبيهة سوفت وغيره، وبالتالي استطاعوا أن يسحبوا البساط ويقللوا الماركت شير، الحصة السوقية، من شركة فاين. فهذه من الأخطاء على سبيل المثال المتعلقة بالعلامات التجارية. إذا يجب على الشركات أن تختار العلامة التجارية بشكل دقيق وبشكل مناسب، وأن يكون الاسم أو الرمز أو كليهما معا معبر عن المحتوى الحقيقي للمنتج، لأن العلامة التجارية واسم العلامة التجارية بالإضافة إلى حفظها الحق التاريخي والقانوني في المحاكم للمنتج، والمحافظة على حقوق المنتج والمستهلك بنفس الوقت والفوائد المختلفة لها، أيضا هي تمثل يعني البوزيشنينج، تمثل المكانة، تمثل السمعة، وهي أهم شيء وأهم سر في نجاح الأعمال والتسويق. أما فيما يتعلق بموضوع آخر وهو التغليف، والبعض يعد التغليف كعنصر من عناصر المزيج الترويجي، في حين يرى البعض أن التغليف يشكل جزءا رئيسيا من المنتج. فتعريف التغليف بأنه مجموعة العناصر التي تكون جزء من المنتج والتي تباع معه من أجل حفظ محتوياته، ويتكون الغلاف من عدة مستويات. أولا الغلاف الخارجي الذي يعد بمثابة الديكور، الذي عادة ما يشمل عدة رسومات وألوان مستعملة وعدة نصوص بيانات وقصاصات. الآن الغلاف أصبح يحتل مركز مهم خصوصا في السلع الميسرة. الغلاف يجب أن يتضمن كتابة عن محتويات ومواصفات والمواد الداخلة في تركيب المنتج، ويستخدم كوسيلة ترويجية وكوسيلة جذب المستهلكين وكوسيلة تطمينية
للمواد الضارة، للمواد الحافظة، لكل ذلك. ويجب أن يكون صادق، ويجب أن يكون صادق، والإعلان يجب أن يكون صادق. يجب ألا تعد بالإعلان أكثر مما هو موجود فعلا، لأن محاولة استغفال الزبون، محاولة إذا اكتشف الزبون بأنك خدعته سوف ينتقم منك شر انتقام. انتقامه سوف يكون من خلال النيجاتيف وورد اوف ماوث، النيجاتيف وورد اوف ماوث، وسرعة انتشار الكلمة الفم المنطوقة السلبية عن المنتج وعن التاجر تنتشر بين الناس، سرعة انتشار النار في الهشيم. لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر. يجب احترام الزبون، يجب احترام ذكاء الزبون، يجب عدم وعد الزبون بأكثر مما هو واقع، لأنك عندما تعد الزبون بشيء أكثر مما هو حاصل فإن الزبون سوف يبني مستوى توقعات عالية. وعندما يقوم المستهلك أو الزبون بشراء المنتج فإنه سوف يقارن ما بين الإدراك الحقيقي والمنفعة الحقيقية التي حصل عليها من خلال اقتنائه وشرائه المنتج مع level of expectation، مع مستوى التوقعات. وهذا هو الخطر، فإذا كانت مستوى التوقعات مبنية على معلومات مضللة فإن المستهلك سوف يسخط، وإن المستهلك سوف يشتكي، وسوف يتدمر، وسوف في البداية أن تخسر ذلك الزبون. المشكلة أن تخسر زبون واحد ليست هي مشكلة بحد ذاتها، ولكن لا نكتفي عند هذا القدر. النتائج تأتي مدمرة زي تسونامي. هذا الزبون الساخط المتدمر الغير راضي يشعر بأنك خدعته، بأنك ضحكت عليه، سوف يتدمر، وسوف من خلال كلمة الفم المنطوقة السلبية، وسوف يعمل قصارى جهده لأن يسيء إلى سمعتك كتاجر وإلى سمعة المنتج من خلال إخباره أصدقائه والناس المقربين إليه. وبالتالي أنت سوف تخسر أكثر من زبون، وسوف تخسر فرصة كسب زبون جديد، بعكس أنك إذا استطعت أن تعطي الزبون أكثر من مستوى توقعاته فإنه سوف يرضى، وإذا أعطيته أكثر من مستوى توقعاته فإنه سوف يصبح موالي لويال، وإذا أعطيته أكثر بكثير فإنه سوف يدخل إلى مرحلة العشق والهيام والحب لمنتجك وعدم الاستغناء عن منتجك. هذه بسموها delight stage، delight stage، مرحلة العشق والهيام. فأنت يجب أن تحرص على أن على الأقل الزبون يكون راضي، على الأقل أن تصل به إلى مرحلة الولاء، وإذا استطعت أن تصل إلى مرحلة الدلايت فهذا حدث ولا حرج، هذا أفضل شيء ممكن. إذن الصورة المغايرة، الصورة المقابلة، عندما نعطي الرضا للزبون فإنه من خلال البوزيتيف وورد أوف ماوث، كلمة الفم المنطوقة الإيجابية، سوف يعمل هذا الزبون. أنت احتفظت بالزبون، وهذا الزبون سوف ينقل الأخبار الجيدة عن منتجك، عن شركتك، إلى زملائه، إلى معارفه والشعب. والزبون يميل إلى تصديق الأصدقاء أكثر من الإعلان، وبالتالي سوف يقوم بعمل ترويجي مجانا لك، وسوف يقوم بجذب زبون جدد لك، وبالتالي تستطيع أن تموضع نفسك وتزداد شهرة، وتستطيع أن توسع حصتك السوقية وتزيد مبيعاتك وبالتالي أرباحك، وتدخل في دائرة النجاح، وتدخل في دائرة النجاح، بعكس الحالة المناظرة اللي هي الدخول في حالة الفشل لا سمح الله. العبوة، الغلاف الثاني بعد الغلاف الخارجي، العبوة وهي محتوى الغلاف وتمثل المادة المستعملة، زجاج، بلاستيك، كرتون، حديد إلى آخره. إذن فيما يتعلق بمستويات التغليف، تميز عموما ثلاث مستويات للتغليف. التغليف الأولي وهو الذي يحتوي على المنتج والذي نجده إذن في اتصال مباشر به، عبوة مباشرة. التغليف الثانوي وهو الذي يجمع عادة وحدات من المنتج يجعل في وحدة مباعة، أي حاوي أضاف إلى المنتج. وتغليف الشحن هو الذي يسمح بنقل وشحن عدد كبير من المنتجات من المصنع إلى نقاط البيع الخاصة بالمنتج. مثال على ذلك علبة زجاجة الدواء، الدواء السائل، يكون محفوظا بزجاجة. هذه الزجاجة لونها بني تحفظ المادة العلاجية داخل هذه العبوة. هذا الغلاف الأولي. هذا العبوة الزجاجية
توضع داخل كرتونة. هذه الكرتونة يكون مكتوب عليها اسم العلاج ودواء الاستعمال والآخرين. الكرتونة اللي فيها العبوة الزجاجية توضع ضمن درزن، والدرزن يوضع ضمن كرتونة، والكرتونة اللي تحتوي على 12 علبة أو 10 علب توضع ضمن عليه كرتونة أكبر وصولا إلى الحاويات من أجل الشحن. أهمية التغليف. يعتبر التغليف في الوقت الحالي جزء حيوي في سياسة تطوير منتجات المنظمة، كما يعتبر جزء مهم من المنتج نفسه في إعطاء المستهلك التصور الكامل للمحتويات والحكم على جودة ونوعية المنتجات. وتكمن أهمية التغليف في الآتي: أولا، يعني ما هي فوائد التغليف؟ المحافظة على محتويات المنتج وحمايته أثناء عملية التعبئة والنقل والتداول والخزن، حيث يقلل من احتمالات تعرضه للكسر. ثانيا، يعد التغليف وسيلة اتصال مع جمهور المستهلكين، وذلك من خلال تعريفه بالمنظمة وتعليماته الخاصة باستخدام المنتج. ثالثا، يعد أداة للشهرة والتميز. رابعا، يعتبر التغليف عاملا مهما في نجاح المنتجات الجديدة. خامسا، يساعد التغليف المنظمة على اتباع سياسة التغيير فيه من أجل خفض التكاليف عندما ترتفع، وكذلك عندما تنخفض المبيعات نتيجة لتقادم الغلاف أو ظهور مواد جديدة للتعبئة، مثل التغيير في العبوات الزجاجية للعبوات الكرتونية أو البلاستيكية. حماية البيئة، وتحت ضغط حركات حماية البيئة والمحافظة على البيئة وحماية المستهلك، فإن المنتجين بدأوا في تصميم أغلفة منتجاتهم بما يتلائم مع البيئة وعدم تلويثها. عزيز الطالب، فيما يتعلق بالتغليف هنالك موضوع حيوي مهم ويسمى ريسايكلينج، إعادة الاستفادة من مخلفات التغليف. قديما كانوا يستخدموا الظروف الورقية، وكانت الظروف الورقية صديقة للبيئة. عندما تأكل الحيوانات أو عندما تذهب إلى التربة لا تتحل، وإن تحللت تتحلل لأنها مواد عضوية. ولكن عندما بدأوا باستخدام الظروف البلاستيكية، عندما تأكل الحيوانات تسبب سرطانات. هذه الظروف البلاستيكية عندما تنزل في الأرض وينزل عليها المطر مع الحرارة لا تذوب في الأرض، وإنما تفرز مواد كيماوية سامة. هذه المواد الكيماوية السامة إذا استطاعت أن تصل إلى المياه الجوفية التي يشربها البشر تؤدي إلى زيادة نسبة السرطانات. وانتشار أمراض السرطان بالوقت الحالي هو نتيجة الاستخدام الخاطئ لمحتويات التغليف وعدم التخلص من المواد الضارة من أجل الكسب السريع. نكتفي عند هذا الحد عزيز الطالب، على أمل لقاء بك في الحلقة القادمة في موضوع جديد إن شاء الله تعالى. إذا ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.